كده ممكن تغير السلايد لو سمحت، معلش. بعدها تمام، اللي قدامنا ده بيقول لنا البريزنت سيرفيسابيلتي اندكس. في ناس حاولوا يخلقوا علاقات ما بين السيرفيسابيلتي وما بين انواع العيوب المختلفه. فعلى سبيل المثال انا هبعد بس بتاع شويه عشان اشوفه. المعادله اللي قدامي اهي، طبعا مش مطلوب مننا برضو حفظ المعادلات نهائي يعني. المعادله اللي قدامي هي بتربط ما بين السيرفيسابيلتي وما بين السلوب فاريانس. السلوب فاريانس هنا بيعبر عن حاجه اسمها الرفنس او الخشونه ما بين الراد ديبس الار دي دي، الراد ديبس الافريج راد ديبس قد ايه، ما بين الاريا اوف كراكنج اند باتشنج سي ام بي. نقصد بيها الكراكنج والباتشنج، عملنا في عندنا كراكس وابتدينا نعمل باتشات، الباتشات دي ما طلعتش سليمه، فكل دي عيوب بتاثر في قيمه السيرفيسابيلتي. احنا في النهايه زي ما قلنا لك كده، احنا هنديك قيمه الانيشال سيرفيسابيلتي والترمينال سيرفيسابيلتي كام، او هنديك الدلتا دي اس اي كام، وبناء على ذلك انت هتستخدم النوموجراف وتطلع قيمه الاستراكشر نمبر. بس يعني بنقصد نعبر لك في السلايد دي عن ان هي مرتبطه ارتباط مباشر بالعيوب، وادي العيوب قدامك اهي في المعادله. طبعا المعادلات دي معادلات امبيريكال. المعادلات دي بيسموها بيرفورمانس بريدكشن مودلز، ان انا بتنبأ بالسيرفيسابيلتي بتاع الطريق اللي هي بتعبر عن البيرفورمانس او اداء الطريق عن طريق معادلات. ماشي، ممكن نغير السلايد اللي بعدها لو سمحت. طيب النوموجراف بقى اللي احنا هنستخدمه، احنا اتعلمنا مع بعض فاكرين لما السلايد الاولانيه خالص هنستخدم النوموجراف ازاي. هنبدا بالريلابيلتي لحد الستاندرد ديفيشن لحد ما نخبط في الخط بتاع التيرنينج لاين، وبعد كده نغير على قيمه الايسلز اللي عندنا قد ايه اللي المفروض احنا حاسبينها يعني، لحد ما نخبط في التيرنينج لاين الثاني، وبعد كده نحط نوصل للريزيليان موديل. طب انا عندي الطريق لو انتوا فاكرين كده الطريق كذا طبقه صح، عندنا سب جريد وفوق السب جريد سب بيس، او مفيش سب بيس يعني بس في سب بيس ممكن يكون فيه او مفيش. اوكي، وبعد السب بيس في بيز، وبعد البيز في الاسفلت نفسه. انا هخش بانه ريزيليان مودولس لكل دول؟ ها حد يرد عليا يا ولاد؟ بتدخل القليل، لو خدت القليل هيطلع لي السكنس كبير، استراكشر نمبر كبير جدا. ماشي، هيطلع لي لو السكنس كبير جدا وانا عندي لايرز مختلفه كل واحد فيهم ريزيليان مودلز بتاعه غير التاني. فالحقيقه انا مش هاخد القليل ولا هاخد الكبير، انا هعمل ايه؟ انا هخش ثلاث مرات عند الـ عند ال الريزيليان مودلز. مره هدخل بريزيليان مودلز بتاع الساب جريد هيديني استراكشر نمبر، ومره هدخل بريزيليان مودلز بتاع الساب بيس هيديني ستراكشر نمبر، ومره هدخل بريزيليان مودلز بتاع البيت يديني ستراكشر نمبر. السلايد دي كنت حابه اوريها لكم على الـ على الـ على الباوربوينت، لان الباوربوينت بيبينها بانيميشن ثلاث مرات لكل واحد فيهم. ممكن ننقل على السلايد اللي بعديها لو سمحت. شايفين شايفين الثلاث مرات دول؟ ايوه تمام. مرة ايه؟ لحد قيمة الايسلز هو كله زي بعضه، يعني هو نفس الطريق بنفس الريلابيلتي بنفس الستاندرد ديفيشن بنفس الايسلز، لكن انا عندي ثلاث طبقات مختلفين. فانا هدخل مرة، لما ادخل اول مرة خالص بريزيليان مودلس بتاع طبقة الاساس، الاساس تحت مين؟ ردوا عليا يا ولاد. يا دكتور الاساس تحت ايه؟ الأساس تحت الطبقة السطحية اللي هي الأسفلت، ما اسمهاش طبقة سطحية، اسمه أسفلت لأنه ممكن يكون أكتر من طبقة. ماشي؟ أيوة. طيب الأساس تحت الأسفلت فهيديني الاستراكشر نمبر بتاع الأسفلت. تمام؟ لو دخلت بالأساس المساعد هيديني إيه؟ إيه اللي فوقه؟ أساس. إيه اللي فوقه؟ ردوا عليا. الأساس. لا الاساس بس، الاساس والطبق والاسفلت. برافو برافو. لما ادخل بريزيليان مودلس بتاع الاساس هيديني الاستراكشر نمبر بتاع الاسفلت، لما ادخل بريزيليان مودلس بتاع الاساس المساعد
هيديني الاستراكشر نمبر بتاع الاساس زائد الاسفل. اما ادخل بالاستراكشر بالريزيليان مودلز بتاع السب جريد طبقه التاسيس هيديني ايه؟ بتاع الثلاثة اللي فوق السب بيز وال براب. هيديني التلاتة الأساس المساعد والأساس والأسفل. يبقى أنا هطلع تلاتة structure number مش واحد بس، ماشي؟ لما أدخل المنحنى تلات مرات، وتلات مرات مش من أوله، تلات مرات في الجزء الإيه؟ النصف اللي على اليمين، تمام؟ فهطلع تلاتة structure number. ننقل على السلايد اللي بعدها لو سمح، ماشي؟ طب هي الستركشن number ده احنا قلنا النوموجراف هيطلع لي structure number، بس انا في الاخر انا مش عايز ستراكشر نمبر بس، هو بيعبر عن الساعه الانشائيه للطريق، لكن انا عايز اعبر عن الساعه الانشائيه دي في صوره سيكنس. انا عايز ادي للناس تصميم، اقول لهم نفذوا طبقه اسفلت بسمك كذا، نفذوا طبقه اساس بسمك كذا، ونفذوا طبقه اساس مساعد بسمك كذا. فالستراكشر نمبر قال لك ان معادلته بتساوي اي ستراكشر نمبر فيهم بقى في الثلاثه بتساوي A1 في D1 زائد سيجما من I تساوي 2 لحد N AI في DI في MI. يعني ايه الكلام ده؟ قال لك دي معادلة Structure Number، وقال لك الـ AI ده الـ Layer Structure Coefficient، ماشي؟ هنعرف يعني ايه، وهنعرف بيتجاب ازاي. والـ DI الـ Thickness اللي هي اللي احنا عايزينها، عايزين نطلعها الـ Thickness لكل طبقة. المعادلة دي الـ Thickness فيها بالإنش، ماشي؟ والـ MI قال لك الـ Layer Drainage Coefficient. احنا من زمان قايلين مع بعض انه الاسفلت او الرصف عموما سواء اسفلتي او قرصاني متفقين وقايلين انه بيتاثر بحاجتين مهمين جدا. ايه هما الحاجتين؟ احمال في صوره ترافيك دخلناه في المعادله، وحاجه تانية حد فاكر؟ كلايماتيك كونديشن. مش احنا قلنا الرصف ما بيتأثرش بس بالأحمال، لكن لازم في حاجة مهمة جدا ناخدها في الاعتبار، هي الكلايماتيك كونديشن. طب الكلايماتيك كونديشن بتخش معانا في المعادلة التصميمية اللي شفناها في ايه؟ في حاجتين. اول حاجة قيمة الريزيليان مودولس اللي هي مفروض، فاكرين لما كنا من شوية بنتكلم في الشريحة بتاعت الريزيليان مودولس، قلنا ده الريزيليان مودولس ده في شهر يناير، غير في شهر فبراير، غير في شهر مارس، واحنا بناخد تأثير المناخ في المعادلة اللي شفناها في السلايد دي، ماشي؟ فالريزيليان مودلس اصلا المفروض ان هو فانكشن في المناخ. الريزيليان مودلس بتاع السب جريد بيتغير مع تغير المناخ. طب بس دي الحاجه الوحيده اللي ليها علاقه بالكلايماتيك كونديشن اللي بتدخل في المعادله التصميميه؟ لا، حاجه ثانيه كمان. احنا لو عندنا مطر والمطر ده اتصرف او ما اتصرفش، يعني في تصريف كويس او التصريف سيء والمطر فضل موجود، هيعمل حاجه اتكلمنا عنها كتير اسمها المويستشر دامج. احنا بنتكلم من اول السنه وبنقول في حاجه من الحاجات اللي بتهلك الاسفلت اسمها مويستشر دامج. المويستشر دامج ده على فكره موجود في الاسفلت وفي الخرسانه في الاثنين، تمام؟ فانا لازم اخد تاثير المناخ معايا، فباخده في صوره الدرينج كوفيشنت لكل طبقه. طبعا الان هنا هي النمبر اوف لايرز، ممكن يكون اللايرز زي ما قلنا كده ثلاثه، ممكن يكونوا اثنين بس اسفلت واساس على السب جريد. كل بنتكلم على الطبقات اللي فوق السب جريد. ممكن نغير الشريحه. طيب اول حاجه الاستراكشر لير كوفيشنتس اللي هما الاي 1 والاي 2 والاي 3، ماشي؟ خلينا نبص عليهم في الشريحه اللي بعدها. بيقول لك عليهم هما ايه لير كوفيشنتس دول؟ دي فاندمنتال انجينيرنج بروبرتيز بنجيبها في المعمل؟ لا خالص، ماشي؟ احنا ما بنروحش نعينهم في المعمل. الريزيليان مودلس والسي بي ار والحاجات دي حاجات بنعينها في المودل في المعمل، لكن دول مش بنعينهم في المعمل. طب هم بيتعرفوا بسهوله للماتيريالز الجديده؟ يعني احنا هناخد دلوقتي لير كوفيشنتس الدكتوره اللي هتديها لنا، بس لو انا استخدمت ماده مختلفه، ما استخدمتش اسفلت، ما استخدمت موديفايد اسفلت، ابتديت احط في الاسفلت بتاعي جيون سينثيتكس، او حطيت في الماتيريال بتاعتي في الطبقات الاساس مثلا حطيت تسليح بفايبرز مش بحديد يعني، او حطيت جيوتك ستايل، حطيت طبقه جيوتك ستايل مثلا. الجيوتك ستايل ده حاجه زي قريبه من البلاستيك بس مش بلاستيك، ليه خامه تانية مش عايزين نتكلم فيها يعني لان ده موضوع يطول شرحه، بس حاجات كده بنحطها شبكه كده ممكن نحطها في طبقه الاساس عشان تاثر على الشروخ بعد كده في طبقه الاسفلت تقللها، تمام؟ طب انا لو غيرت الماتيريال الكوفيشنز دي بتتعين بسهوله يعني، ولا لازم لها ريسيرش؟ الحقيقه ان لازم لها ريسيرش، ماشي؟
بس بالنسبة لك انت مش قصة، انت عندك يعني ما تشغلش بالك برضو قوي بالموضوع ده، موضوع كبير. فننقل على الشريحة اللي بعدها. قال لك layer coefficients دي عندنا منحنيات ثابتة، هي حلوة بنت حلال بتجيبها لنا او هتبقى معطاة ليك او هتفرضها، ماشي، بناء على حاجات معينة يعني او ضوابط معينة. طب بتتجاب ازاي؟ هنا عندي علاقة اهي بالنسبة لي ال HMA نقصد بيها طبقة الأسفل، ماشي. وقال لك العلاقة ما بين، أنا مش شايفة خالص خالص بمستوى نظري نهائي يعني، بس عندك علاقة ما بين ال Structural Layer Coefficient وما بين على الأفقي أعتقد Resilient Modulus لو أنا أري لو بقرأ صح ولو أنا فاكرة كويس، ماشي. Elastic Modulus. ال Elastic Modulus. تمام. اها ماشي. تعمل الزوم يا دكتور عادي بايدي على المكان انت عايزه تقريبا. اعمل زوم. اها طب كويس، الله يكرمك والنبي، والله انا بتعلم منكم حاجات جميله ومفيده. العلاقه ما بين على المحور الافقي الالاستيك مودلس بالبي اس اي وعلى الراسي الاستراكشر لير كوفيش. باي ذا واي، في حد من المعيدين ما اعرفش انتوا لحق يدرس لكم ولا لا، هو حاليا مدرس مساعد وحاليا راح يعمل دكتوراه في امريكا، اسمه مهندس حسام عبد الرؤوف. درس لكم قبل كده؟ ما عرفوش. اوكي، هو احد زملائنا يعني من اعضاء الهيئه المعاونه، وكان شغال على موضوع الاستراكشر نمبر. دي موضوع الرساله بتاعته في الماجستير كان عن البرفورمانس، احنا كنا بنشرف عليه، وعمل رساله عظيمه بصراحه ونشر 2 جورنال بيبر و1 كونفرنس بيبر، وربنا اكرمه الحمد لله وسافر امريكا ياخد الدكتوراه من هناك. كان مينلي البرفورمانس انديكيتور اللي هو بيشتغل عليه موضوع الاستراكشر نمبر وموضوع الباك كالكوليشن وموضوع اللير كوفيشنز، ماشي. فعندنا علاقه هنا ما بين محور الافقي الالاستيك مودلس وما بين قيمه اللير كوفيشنت اي 1 للهوت ماكس. عندنا في السلايد اللي بعديها الاي 2 بتاعت الجرانولار بيس، ودي بقى قال لك ممكن اجيبها لك بكذا طريقه. يعني ايه؟ عندنا كده المحاور الرئيسية، لو احنا اخدين بالنا الستراكشر اللي هي كوفيشنت اللي احنا عايزينه اول محور على الشمال، عندنا هنا السي بي ار. لو انا عندي قيمة، لو انا القيمة اللي مقاسة عندي للبيز هي سي بي ار، فبمشي بقيمة السي بي ار. لو انا قايس ار فاليو، او لو انا قايس تراي اكسيال تكساس تراي اكسيال، او لو انا قايس ريزيليان مودلس، فكل محور من المحاور دي بيعبر عن خاصية معينة. لو انت قايس الخاصية دي بتمشي افقي كده بقيمه الخاصيه اللي انت قايسها وتجيب قيمه الاستراكشرال كوفيشنت. ما عندكش كل ده، عندك معادله اهي قال لك ان الاي 2 بتساوي 0.249 في اللوج الاساس 10 الاي بتاعت البيز ناقص 977 من 1000. وطبعا اتفقنا ان دي امبيريكال ايكويشنز، في اي ايكويشن امبيريكال لازم نراعي الوحدات. هنا قال لك الاي بتاعت البيز بالبي اس اي. نروح المعادلة السلايد اللي بعديها، ده للجرانيلر ساب بيز الـ A3 بنفس الطريقة، ومعادلة أخرى هي للجرانيلر ساب بيز، وبرضو قيمة الـ E ساب بيز بـ BSI. مش مطلوب منك زي ما قلت لك تحفظ معادلات، انت لما بص في مسائل الشيت هتلاقينا أصلاً عطينا قيمة الـ A1 والـ A2 والـ A3، ماشي. احنا مطلوب منك بس تبقى فاهم هي جت منين. بعد كده عندنا drainage coefficients اللي هي الـ M2 والـ M3. أول طبقة خالص إحنا اتفقنا على إن الأسفلت إحنا بنعمله طبقة المفروض غير منفذة، ماشي؟ فعشان هي غير منفذة فهي ملهاش معامل تصريف. الطبقتين اللي تحت اللي هم البيز والصب بيز هم اللي ليهم معامل تصريف اللي هو M2 وM3، وبيطلع إزاي M2 وM3 بناء على حالة التصريف وكمية المطر الاثنين. فلو بصينا كده على الجدول اللي قدامنا، قال لك احنا عندنا الكواليتي اوف درينج قسمناها خمس انواع. قال لك من اول اكسلنت، بعديه جود، فير، بور، وفيري بور. ده بيعبر عن نوعيه التصريف، الميه بتتصرف ولا ما بتتصرفش. وهنبص في السلايد اللي بعدها بس مش دلوقتي، هتلاقي الكواليتي اوف درينج دي متحدده بمحددات معينه. طيب اخد قيمه الام 1 والام 2 سوري والام 3 للطبقه اللي عندي بناء على نوعية التصريف بس؟ لا، مش بناء على نوعية التصريف بس، بناء كمان على نسبة المطر. في أماكن ما بيحصلش فيها مطر، أماكن جافة المطر كميته في السنة مش حاجة كبيرة يعني، ماشي.
فبيقول لك أيام السنة نسبة أيام السنة اللي بيحصل فيها moisture levels approaching saturation اللي هي موجودة في العنوان اهو. قال لك لو من واحد أقل من 1% فمعامل التصريف العمود الأولاني من 1.4 لـ 1.35 من 1.35% للجود لـ 1.25% وهكذا لحد ما يوصل في حالة الفيري بور لـ 1.5% لـ 95%. طب لو الأيام اللي بيوصل فيها معدل المطر لنسبة التشبع دي من 1 لـ 5% من أيام السنة زي ما احنا شايفين كده قيمة الام بتبتدي ايه؟ تقل. طب من 5 لـ 25% بتقل أكتر. طب greater than 25% بتقل أكتر لدرجة انها بتوصل تحت في البور درينج لحد 4/10. ماشي؟ طيب حد فاكر المعادلة اللي خدناها من شوية؟ خلينا نرجع تاني لمعادلة الستراكشر نمبر. قبل أنهي سلايد بقى؟ اللي فيها ستراكشر نمبر. أيوة دي. ماشي؟ بصوا كده في المعادلة دي كل ما قيمة الـ M تقل الدبس يحصل له إيه؟ الـ M تقل الدبس يعني ها؟ لو الـ Structure Layer Coefficient ساب الدبس يزيد. برافو. يعني كل ما حالة الدرينج تقل وكمية المطر تزيد ماشي؟ فأنا بتوقع الـ Environmental Damage بنسميه كده Environmental Damage لأنه جاي بسبب إيه؟ Climatic Condition. كل ما قيمة الـ Environmental Damage تزيد فأنا مش هحط layer ضعيفة صغيرة كده سمكها قليل، أحط layer سمكها أعلى عشان تتحمل الـ Environmental Damage ده. ماشي؟ ففي علاقة وثيقة ما بين الـ Drainage Coefficient وما بين قيمة الـ Thickness اللي هيطلع لنا. طب نرجع تاني للجدول بتاع الـ Drainage Coefficients. ايوه واضح اهو بالنسبه لكم. طب الدرينج كوفيشنت بيحصل له ايه كل ما كميه المطر تزيد؟ بيقل الثيكنس تزيد. ماشي؟ طيب كل ما كانت نوعيه التصريف، يعني ايه بقى نوعيه التصريف؟ مرتبطه بايه نوعيه التصريف دي؟ نوعيه التصريف اكسلنت ولا جود ولا فير ولا بور ولا فيري بور؟ كل ما كانت نوعيه التصريف احسن مستواها اعلى، الميه بتتسرب بسرعه من على الطريق، كل ما قيمه الكوفيشنت ايه زادت وبالتالي السكنس ايه تقل. برافو. يعني مور ايكونوميك. يعني انا لما اعمل ميول، فاكرين لما كنا بنتكلم في قصه الميول؟ ايوه تمام. الطوليه والميول الطوليه والميول الجانبيه. ايوه. ما كانتش مجرد حاجات بنحفظها، لا ده الميول دي بتاثر جدا في موضوع تصريف الميه. كل ما خدت ميول كويسه كل ما كان عمليه التصريف مور افيشنت. كل مش بس بقى كده، ده انا باخد ميول طوليه وميول جانبيه وبعدين كل فتره كده وكل مكان بعمل ايه؟ بنعمل شنايش لصرف المطر. ماشي؟ بنعمل جاترز في الجناب في المناطق اللي فيها مطر شديد عشان خاطر الجاترز دي تتجمع فيها ايه؟ الميه. فكل مكان الدرينج مش وقته خالص، معلش جاي لي مكالمه ممكن ارد على الشخص عشان هو حش من عني من عندي الشاشه واقول له بس يعني اقول لها تقفل وتكلمني تاني. ماشي؟ هتخرج يا دكتور هتقعدي تخشي تاني لو رنيت. هخرج وادخل تاني؟ انا مش لا رد يا دكتور بس. طيب لا انا رديت وعملت هولد. ماشي؟ عملت لكم هولد. انتوا لسه معايا يا ولاد؟ ايوه معاك يا دكتور. المكالمه خلصت، انا قلت لها تكلمني تاني. خلينا ننقل بقى على السلايد اللي بعديها. طيب الكواليتي اوف درينج ميزها لنا ازاي؟ قال لك الكواليتي اوف درينج بتبقى اكسلنت لو الميه ريموفد ويزن 2 اورز. لو الميه اول ما الدنيا تشتي الميه بتتصرف في خلال ساعتين تكون الدنيا نشفت وبقت لطيفه وكل حاجه بقت حلوه وكويسه وما عادش فيه ميه. تمام؟ طب جود امتى؟ قال لك لو الميه اتصرفت في خلال يوم. تمام؟ فير لو الميه اتصرفت في خلال اسبوع. نبدا بقى بور وفيري بور لما الميه تقعد لنا بالشهر، او فيري بور ووتر ويل نوت درين هتفضل الميه موجوده ماشي في مكانها. اوكي؟
ننقل على السلايد اللي بعديها. طيب احسب من الاستراكشر نمبر لير ثيكنس ازاي؟ المعادله واضحه، المعادله بتقول لي ان الاستراكشر نمبر بيساوي A1 في D1 من غير معامل تصريف، لان الطبقه اللي فوق امبيرميبل، وبعدين بعد كده الطبقات امبيرميبل بنبتدي نقول A في M في D. ماشي، فاول حاجه خالص احنا جبنا ثلاثة استراكشر نمبر. لما دخلنا بريزيليان مودلس بتاع طبقه الاساس جبنا الاستراكشر نمبر للي فوقها اللي هو الاسفلت، ده بنسميه استراكشر نمبر واحد. والاستراكشر نمبر واحد لو طبقنا في المعادله هيبقى بيساوي A1 في D1. ماشي، طيب نساوي A1 في D1، ولو انا عندي قيمه الA1 فاروح جاي مطلع قيمه الD1 بكام. خلاص الD1 دي طلعت لي برقم ايا كان الرقم، كسر مثلا يعني. ماشي، بنقربه لاقرب نص بوصه. ماشي، مكتوب اهو solve for D1 and round 4. round 4 يعني نقرب ليه round off، معلش، ما بين قوسين نص بوصه increments. يعني ايه؟ يعني طلع لي مثلا ال 2.73 من 100 بوصه، اعمله قد ايه؟ 3 بوصه. طلع لي 3.3 من 10 اعمله 3.5 بوصه. خلاص، طيب اجي بعد كده في حاجه اسمها، طبعا بالنسبه للاس الاستراكشر نمبر 2 اللي هو للسب بيز هحله بانه لازم القيمه بتاعت الاستراكشر نمبر اللي طالعه لي من المنحنى تكون اقل من او يساوي A1 في D1 زائد A2 في D2 في M2، وبرده هحل ل D2 وراوند 4 1 انش انكريمنت. الاس اس ان 3 اقل من او يساوي A1 في D1 زائد A2 في D2 في M2 زائد A3 في D3 في M3 وصول فور D3 وقرب لل 1 انش انكريمنت. يبقى بنقرب الاسفل لكل نص بوصه. ماشي، بنقرب الطبقات الثانيه البيز والسب بيز لكل بوصه. تمام، نخلي بالنا بقى ان انا لازم اكونسيدر مينيمم براكتيكال ثيكنسز. وحاجه ثانيه بنكونسيدر الماتيريال كوست. يعني ايه بنكونسيدر الماتيريال كوست؟ مثلا وانا بكلمك دلوقتي قلت لك لو طلع لنا من التصميم ال من الحل المعادله بتاعت الاستراكشر نمبر 1 ان قيمه الثيكنس بتاعه الاسفلت 3.7 من 10 بوصه، فاحنا قلنا هنقرب لكل نص بوصه، يبقى كام بوصه؟ ها يا اولاد؟ 3 بوصه. لا 3.7 من 10 لما نيجي نقرب 3.7 من 10 يبقى 4. برافو، 4 بوصه. طيب لما اجي احل المعادله بتاعه ده الاستراكشر نمبر 1 اللي هو بتاع طبقه الاسفلت، صح؟ لما اجي احل المعادله بتاعه استراكشر نمبر 2 بتاعه الاساس زائد الاسفلت، اعوض باللي طلعت لي من التصميم من استراكشر نمبر 1 ولا اعوض بالاكشوال اللي انا هحطها؟ اعوض بالاربعه بقى. برافو، بعوض بالاربعه. ليه بعوض بالاربعه؟ عشان اوفر في كميه الاساس. ماشي، طب الاساس ده اوفر فيه ليه؟ يعني مش مشكله يطلع لي كام؟ يعني فرق نص بوصه ولا حاجه؟ اه، فرق نص بوصه على نص بوصه ده يعني سنتي وربع. ماشي، سنتي وربع ده على المساحات المهوله اللي في الطرق بيترجم لتكلفه مهوله. ماشي، طب برضو لما جيت احل الاستراكشر نمبر 2 مثلا طلع لي الاساس بتاعي ب7 ونص بوصه، فقربنا لاقرب بوصه فطلع لي الاساس بتاعي ب8 بوصه. لما اجي اعوض في المعادله اعوض بكام؟ 8 بوصه. فحتى هتلاقي، بص كده، يا رب تكون في الرسمة دي، مش عارفة هي في الرسمة دي ولا فين، اعتقد في سلايد تانية. خلينا نبص على السلايد اللي بعد دي. لا مش موجودة، خلينا نرجع للسلايد دي تاني. في حاجة اسمها structure number اللي طلع لك من النوموجراف، وفي حاجة بنقول عليها structure number بنجمة كده نحط عليه asterisk، ده اللي انا هحسبه من الاكشوال sicknesses اللي انا هاخدها بعد ما اشوف حاجتين. اول حاجه نقرب لاقرب نص بوصه في الاسفلت والاقرب بوصه في الطبقات الثانيه. ثاني حاجه ان كونسيدر حاجه اسمها المينيمم براكتيكال ثيكنسز. ماشي، اللي هنلاقيها في السلايد اللي بعديها. بص السلايد اللي بعديها، ايه هي المينيمم براكتيكال ثيكنسز؟ انا جيت اطلع حاجه والاحمال صغيره خالص فطلعت لي الاسفلت مثلا طلع لي بنص بوصه. نص بوصه يعني ايه؟ سنتي وربع. او احنا ينفع نعمل اسفلت سنتي وربع؟ ما ينفعش. ما فيش. ماشي، فايه هي المينيمم براكتيكال ثيكنسز؟ هي حاجه مرتبطه بالايسلز،
قال لك لو الايسلز حاجه خفيفه خالص اقل من 50,000 في عمر الرصف كله نعمل اسفلت بوصه، ده بيبقى ويرنج سيرفيس كده اللي هو ايه بيغطي السطح عشان خاطر يخليه ما فيش اصلا احماء. 50,000 دي يعني ما فيش احماء ماشي. فقال لك بالنسبه للاسفلت المينيمم براكتيكال ثيكنسز 1 بوصه، وبالنسبه للاجريجيت بيز 4 بوصه يعني 10 سنتي. من 50,000 ل 150,000 2 بوصه للاسفلت و4 للبيز. من 150,000 لنص مليون 2.5 بوصه للاسفلت و4 للبيز. ومن 500 ل 2 مليون، من 500,000 ل 2 مليون 3 بوصه و6، ومن 2 مليون ل 7 مليون 3.5 بوصه و6، ومن اكتر من 7 مليون ما بنحطش اقل من 4 بوصه اللي هم 10 سنتي اسفلت ماشي. طيب لما بقرب للمينيمم براكتيكال سيكنسز وللانكريمنتس اللي هي نص بوصه للاسفلت وبوصه للاساس، بنروح نجيب الاستراكشر نمبر الجديد ونطرحه. يعني لو هجيب اس ان 2 فمفروض الاي 1 في دي 1 الدي اكشوال كام عشان اوفر ماشي. لحد كده في حاجه صعبه في اللي انا قلته؟ تم بحمد الله، الحمد لله رب العالمين ماشي. تم الانتهاء من منهج الطرق. هو تم الانتهاء فعلا. بس احنا الاسبوع الجاي عندنا محاضره. هو المحاضره الجايه المفروض كيو ان اي، يعني لو عندكم اسئله في حاجه اقولها. وانا كنت بفضل انتوا في جزء كلاسيفيكيشن احنا كنا لدي الوقت قلنا المعيدين يشرحوه لكم في السكيشن وخدتوا مسائل عليه وشيت صح؟ حرام كده انتوا خدتوه فعلا خلاص وانتوا مطالبين بيه فعلا خلاص صح ولا لا؟ هيجي في الامتحان؟ فالمره الجايه، المره الجايه انا ممكن اشرحه لكم. محاضره الكلاسيفيكيشن محاضره بسيطه وخفيفه خالص على فكره. وفي حاجه تانية كنت عايزه اعملها النهارده بس للاسف بسبب انقطاع الكهرباء انا مش عارفه اعملها. انا كنت عايزه اقول لكم على درجات الميد ترم بس هي ارفعنا بقى كده يا دكتور بقى ارفعنا يا دكتور. مش عارفه ده هيبقى سهل ولا لا، هنشوف طريقه عشان نبلغكم درجات الميد ترم. بس هي للاسف على اللابتوب اللي هو حاليا انا قاعده في الضلمه على فكره، الدنيا ضلمه كحل ماشي. ارفعها يا دكتور كانها ملف محاضره عادي يعني واحنا هنعرف ننزل على التيم. ما فيش مشكله هحاول اشوف الحكايه دي. المره الجايه زي ما قلنا لو اي حد عنده اي سؤال في اي حاجه انا شرحتها من البدايه ممكن يجهز سؤاله المره الجايه عشان انا اجاوب على سؤاله ماشي. وهكلمكم عن الكلاسيفيكيشن بسرعه ماشي، او بالتفصيل يعني براحتكم شوفوا انتوا عايزين ايه وانا هعمله معاكم خلاص. وعاوزين برضه يا دكتور حضرتك تبقى تكلمينا عن المشروع. انا عايزه اتكلم معاكم عن المشروع ماشي. بس فكروني عشان اقول لكم على الموضوع ده. هنفكرك بس بالله يعني عاوزين بس يا دكتور تبقى المحاضره كده خفيفه يعني. هي هتبقى خفيفه، محاضره الكلاسيفيكيشن سهله خالص اصلا. تمام. مش المعيدين شرحوه لكم المفروض؟ ايوه تمام. فهمتوه ولا ما فهمتوهوش؟ هو مش صعب، انا بس يعني ايه عشان اخلص ضميري من الله سبحانه وتعالى لان انا كنت متأزمة ان انا سايبه المعيدين يشرحوه في السكاشن من غير ما انا اقوله لكم ماشي. طب نشيله خالص يا دكتور. نشيله خالص من ايه؟ من الامتحان يعني؟ هو انت كل همك الامتحان؟ مش عايز تعلم مني حاجه مفيده جدا والله يا دكتور. والله حاليا مش هنضحك والله على قلبنا الوقت إيه؟ ده على فكره يا دكتور مش في صالحنا والله اللي اتعمل دوت خالص، ده بالعكس ده احنا حاملين هم بعد كده. انا عارفه والله لان ايه في كوميك عجبني قوي.